دمباش متابعينا الأعزاء، وأهلا وسهلا فيكم بهي الحلقة الجديدة من زوم كورد. اليوم رح نحكي عن أسطورة كاوا الحداد اللي أوقد شعلة النوروز للشعب الكردي، نوروز بيروزبا. اللي بيسمع باسم النوروز رح يخطر على باله فورا أعياد واحتفالات الكرد بالربيع، تحديدا بيوم 21 آذار، اليوم اللي بيبلش فيه التقويم الكردي. وبحسب الأسطورة الكردية قبل آلاف السنين كان في ملك ظالم بسببه ما عاد أشرقت الشمس أبدا، وكان يأمر بقتل الشباب يوميا إلى أن قام أحد الأشخاص بوجه الظالم، وكان كاوا الحداد هو البطل اللي هاجم قلعة الملك وقتله وأوقد النار كإشارة للنصر، وصار هداك اليوم يوم ميلاد الحرية وانتهاء عهد الظلم. شو هي حكاية كاوا الحداد، وهل هي مجرد أسطورة أم حقيقة؟ منتابع التقرير ومنرجع. النوروز هو عيد الخلاص من العبودية وبداية عهد وعصر جديد للحرية، وتوقيته بيجي بنهاية فصل الشتاء وبداية الربيع، وبالتحديد ب 21 آذار اللي يعتبر اليوم الأول من السنة الجديدة من تقويم الكرد. قصة النوروز مثل ما بتقول الأساطير الكردية إنه بأحد مناطق الكرد كان في ملك ظالم اسمه أزدهاك، أو مثل ما جرت تسميته بالثقافة العربية بالملك الضحاك، اللي بيحمل على كتفه ثعابين ضخمة وبيطلب بكل ليلة رأس طفل من أطفال الكرد، لحتى وصل الأمر إنه ياخدوا الطفل الوحيد للحداد كاوا، اللي طلب مهلة لتاني يوم ليسلم طفله للملك، وبنفس الليلة جمع أهالي منطقته وخبرهم أنه رح يروح للقلعة ليقتل الملك أزدهاك، وإذا قتله رح يشعل النار بأعلى قمة الجبل. وبعدها تسلل كاوا للقلعة وقتل الملك الظالم بطرقته الحديدية وأشعل النار بأعلى القمة، وهيك أشرقت الشمس اللي غيبها أزدهاك، وبدأت الاحتفالات والرقصات بالنصر العظيم اللي حققوا بطلهم كاوا. الشعب الكردي بكل أماكن تواجدهم بيحتفلوا بهاليوم التاريخي بالخروج للطبيعة ولبس الزي الفلكلوري، ويمارسوا كل الرقصات والأغاني الفلكلورية اللي بتشير لهالعيد القومي. بكل سنة تحديداً ب 21 آذار بيحتفل الكرد بذكرى عيد النوروز، واللي بيعتبر أهم الأعياد القومية لدى الكرد، لا بل الرمز الأكبر لوحدة الكرد في العالم، لأنه عيد الخلاص من العبودية وبداية عهد وعصر جديد للحرية. عيد نوروز هو العيد الأكبر والأهم من بين مجموعة الأعياد التي كانت يحتفل بها الشعوب، تحتفل بها الشعوب، مجموعة الشعوب الآرية، وتعني للكرد خصوصاً تحرر الشعب الكردي من نير الاضطهاد والقسوة الأشورية، الإمبراطورية الأشورية، كما أنها تعني الحياة المتجددة، عودة الربيع، تفتح الأزهار، الابتهاج بالحياة، عودة الدفء والربيع إلى الحياة بعد برودة الشتاء القاسي. هذا هو نوروز بشكل مختصر. بالأصل كلمة نوروز هي تكون كلمة مركبة من كلمتين، كلمة نو بمعنى جديد، وروز أي اليوم، تأتي بمعنى اليوم الجديد. هذه الكلمة يتبعها أو يعترف بها جميع الشعوب التي تنحدر من العرق الآري، ولكن بالنسبة لنا ككرد كلمة تعني لنا اليوم الجديد هو الانعتاق من الظلم والتحرر من الاستبداد، لذلك يتخذ الشعب الكردي ويعطيها خصوصية بالغة في هذا اليوم. طبعا توقيت النوروز جاي بأواخر آذار، يعني بدايات الربيع، لهيك بتكون الاحتفالات شعبية ضخمة بيخرج فيها الكرد في كل أماكن تواجدهم إلى الطبيعة والسهول، وبيمارسوا طقوسهم بهاليوم هذا. هناك مجموعة نشاطات عند الكرد وعند بقية الشعوب الآرية. عند الكرد مساء عيد نوروز أي في 20 آذار يقوم شباب الكرد والفتيات والرجال بإشعال النيران في الأماكن المرتفعة،
ويرقصون ويدبكون حول هذه النيران مع ترديد الأغاني والأهازيج. أما أثناء عيد النوروز أثناء الاحتفال فهناك أزياء خاصة بالرجال، أزياء فولكلورية تبدأ من الطاقية ومجموعة ألوان طاقيات ملونة تبدأ من الرأس إلى لباس الرأس عند الفتيات وهو الكسروان وهي كوفية، أيضا تتزين بألوان مختلفة. وهناك اللباس الفولكلوري الكردي الشال والشابيك، وهناك المسابقات والجري والاحتفالات. عندنا هنا في كردستان سوريا الطقوس تبدأ فعليا ليلة نوروز بإشعال الشموع على شرفات المنازل، وفي القرى يتم إشعال النار بشكل مكثف على التلال والجبال والوديان والأماكن العامة لاستقبال عيد وأعطاء الرمزية المناسبة التي يتمتع بها عيد نوروز، وهو إشعال النيران في ليلة نوروز. إشعال النار بيعتبر كأعلان عن بداية الاحتفال بيوم النوروز، تحديداً بليلة ما قبل 21 آذار، بحيث بيجتمعوا الشباب حول مشعل من النار وبيبلشوا القفز عليها والدبك حوالين هالشعلة هي. لهيك بتعتبر النار أهم طقس لبداية النوروز. خلونا نتعرف أكثر على أهمية هالطقس هاد ومن وين إجا. كما جاء في كتاب الشهنامة للفردوسي، والذي هو بمثابة الكتاب المقدس للفرس، أنه كان هناك ملكا ظالما أستياق أو ضحاك بالعربي، ومعناها بالعربي ذو العلل العشرة أزدهاك. هذا الحاكم كان ظالما وجبارا وعنيدا، فنتيجة ظلمه التجأ الشباب الكرد إلى التخفي بالكهوف وإلى أعالي الجبال، إلى أن استطاع كاوا الحداد البطل المغوار والذي أصبح فيما بعد حاكما وملكا على الكرد، استطاع القضاء على هذا الحاكم الظالم. فتم إشعال النيران لابتهاجا أولا، وثانيا لإبلاغ المتخفين والمنفيين للعودة إلى ديارهم آمنين. بحسب الرواية الكردية فالنوروز بدأ لما نجح الأسطورة كاواي هالسنكار أو كاوا الحداد نسبة لمهنته، نجح في التحايل على ملك ظالم بيدعى أزدهاك أو الملك الضحاك، وتمكن بذكائه من إنقاذ شبان المدينة اللي كان يأمر الملك بقتل 2 منهم يوميا، وكان رمز إعلان الانتصار على الملك أزدهاك الظالم هو إشعال النار. نتيجة ظلم الأشوريين الإمبراطورية الأشورية وظلمهم وقساوتهم على الشعوب، شعوب مستعمراتهم، عانى الشعب الكردي ما عاناه من هذا الظلم، إلى أن قام رجل يقال له كاوا أو كي خسرو أو كي إخسار، استطاع القضاء على أستياق الحاكم الظالم أستياق، والذي ترجم إلى العربية بالضحاك، فاستطاع القضاء عليه، ومن ثم إشعال النيران لتبليغ المنفيين والهاربين والمتخفين في الكهوف والجبال بأن الظلم قد انتهى وبدأ التحرر لعودة هؤلاء. قبل أن نأتي بمن هو كاوا حداد، يجب أن نذكر الملك ضحاك الظالم المستبد، ذلك الملك الذي كما تقول الكتب أو الأسطورة إنه نبت على كتفيه جرحين يشبه الثعبان، وكان أطباء ذلك الزمان يعالجون هذا الجرح بأدمغة الشباب أو أبناء الكرد. كاوا حداد يقال إنه ضحى ب15 من أبنائه نتيجة هذا الظلم، ومن هنا أراد أن ينتقم لشعبه ولأبنائه، فهو يبقى الرمز الذي قضى على ضحاك وعلى ظلم ضحاك. في التاريخ الكردي يرمز كاوا الحداد إلى العمل والعقلانية وكذلك الحرية والثورة على الظلم والطغيان، وكثير من الجدال صار حول أنه هو أسطورة أم حقيقة. خلونا نشوف رد ضيوف حلقتنا على حقيقة كاوا الحداد.
رجل من الشعب الكردي والذي له عدة أسماء، لكن اختصارا ونتيجة البعد الزمني الطويل سمي بكاوة. هذا الكوا على ما يبدو أنه كان حدادا أو عاملا يشتغل في الحدادة، استطاع بشكل من الأشكال القضاء على الحاكم الذي كان يضطهدهم والذي سمي فيما بعد بالضحاك، استعرب إلى الضحاك وله أكثر من اسم، ومعروف عند الكرد كي يعني الملك، لقب الملك كي أو كاوة أو كي إكسار أو كي خسرو. نتيجة البعد الزمني والزمن الطويل دخلت الأسطورة إلى المسألة الرئيسية وإلى أن وصل إلينا في الشكل الحالي. باعتقاد لا يمكن أن نأتي بالجواب الصريح أنه أين من هو كاوة الحداد، هل هي شخصية ثورية حقيقية أم ارتبط اسمه بأسطورة التي ذكرناها سابقا. في كل الأحوال كاوة الحداد هو يعتبر البطل الذي أنقذ شعبه من ظلم وجور حاكم مستبد، وهو على يديه تم تحرير شعبه وقضاء على ظلمه واستبداده. تعددت الروايات حول قصة كاوة الحداد على أنه أسطورة تعود للميلاد والتاريخ الكردي، بينما الآخرين بينسبوه للميلاد الفارسي أو لشعوب المنطقة الآرية. يا ترى شو هي ردة فعل ضيوفنا؟ خلونا نشوف الأجوبة. منطقة آريان والتي تقع شمال بحر الخزر هي الموطن الأساسي للشعوب، مجموعة الشعوب الآرية، ومنهم كما هو معلوم الفرس والباكستانيين والبلوش والكرد. وهذه الشعوب انتقلت من ظلم إمبراطورية، من احتلال إمبراطورية إلى احتلال إمبراطوريات أخرى. ولغة هذه الشعوب قريبة من بعضها، وهي مجموعة اللغات الآرية، والشعوب متقاربة وأساطيرهم وأحداثهم متقاربة أيضا. فلا يستغرب كما نقل إلينا أنها تعود للشعب الميدي، ومعروف أن الشعب الميدي هم قدماء الكرد. لا يمكن نكران أن هناك شعوب كثيرة من التي تنحدر من العرق الآري يحتفلون بهذا العيد، ولكن الشعب الكردي أولى أهمية خاصة لهذا العيد وأعطاها بعدا قوميا. الشعب الكردي جرى عليه تعتيم، ما عدا أنه مجزئ بين أربع دول غاصبة، وجرى عليه تعتيم طيلة عقود طويلة. كاوة حداد أكاد أجزم أنه كردي، بمعنى عيد النوروز بمعناه نوروز هي كلمة كردية محضة تعني اليوم الجديد النوروز، وهذا اليوم هو اليوم الفصل الذي تحرر به الشعب الكردي في ذلك الزمن. من مئات السنين الكرد بيحتفلوا بيوم النوروز وبيتغنوا بأسطورتهم كاوة الحداد مخلص الكرد من الظلم والعبودية، لكن حتى الآن لا يزال اسم أسطورة كاوة الحداد غير معروفة بالنسبة لكثير من شعوب المنطقة، والسبب بيرجحه بعض الباحثين الكرد إلى غياب أكاديميات ومؤسسات ثقافية تاريخية توثق هاي الأسطورة. لم يتحرر الكرد مع كل الأسف بعد كل الحروب وكل المآسي، لم يتم تعريف العالم بالشعب الكردي، ولا توجد إلى الآن دولة كردية متحررة ومستقلة حتى يكون هناك مؤسسات تعمل في هذه المجالات. لكن مع ذلك كل الشكر للإعلام الحالي الذي وصل قضية الكرد، قضية الشعب الكردي إلى أسماع العالم. الشعب الكردي يكاد يكون فريدا من نوعه من نقل أو تناقل الأدب الشفاهي. قصة كاوة الحداد مع الظالم ضحاك جرى تناقله شفاهيا منذ الأزل إلى الآن. التعتيم السياسي والثقافي والإعلامي على القضية الكردية في أجزائها الأربعة ربما يكون سببا رئيسيا
في عدم وصول قصة كاوا حداد أو أسطورة التي ارتبط بها اسمه إلى شعوب العالم. الشارع الكردي بسوريا كمان كان له رأيه بكاوا الحداد، لهيك أجرينا استطلاع لنشوف فيه آرائهم بسؤال: يا ترى شو بيعني لك كاوا الحداد، وهل بتآمن بحقيقته أم لا؟ كاوا الحداد تعني لنا بداية الثورة على الظلم، هي حقيقة لنا، هي حقيقة. لماذا؟ لأن اسمه كاسا الميتاني. كاوا كان لن أبى أن يكون عبدا للضحاك، قام بالثورة للقضاء على الظلم الذي ألحق بالميتانيين. كاوا حداد بالنسبة للشعب الكردي هي حقيقة وليس أسطورة، والحقيقة منذ زمن بعيد لتحقيق أهداف الشعب الكردي في الانعتاق والحرية والعدالة لهذه الشعب منذ زمن بعيد، وهي حقيقة وليس أسطورة. كاوا يعني الثورة ضد الظلم والاستبداد، ضد الحكام المستبدين، وسواء أكانت أسطورة أم حقيقة فرمزيتها تكفي لانعكاس مشاعر الشعب الكردي وتواقته إلى الحرية والعتاق. بدون أدنى شك كاوا حداد هو رمز الحرية، رمز الاستقلال، رمز القضاء على الظلم، ولا أتوقع نهائيا أنها كانت أسطورة، لأن كاوا حداد دائما أشخاص مثله موجودين للقضاء على الظلم. كاوا الحداد يعتبر عند الشعب الكردي حقيقة واقعية، ولكن ما تناقلت الأجيال زيدت عليها وأصبحت بمثابة أسطورة، لكنها حقيقة. قضاء الظلم، القضاء على الظلم وإعادة الحقوق للشعب. متابعينا الأعزاء، خلونا نروح لفاصل قصير ونرجع لنكمل ما تبقى من حلقتنا. أهلا من جديد. العم علي حسن داود من حوالي 18 سنة فتح محل قرطاسية وراح على حلب ليشتري شناتي مدرسية لمحله، وبالصدفة شاف المعمل كيف بيشتغل وبيخيط هي اللوازم، لهيك غير رأيه ورجع وبلش هو يخيط البضاعة بنفسه وبيبيعها بمحله، بالرغم من أنه ما كان خياط أبدا. ومع مرور الوقت صار العم علي يوزع على محلات المحافظة كلها بالجملة. تعالوا نشوف قصته. رحت لحلب بالصدفة على أساس أشتري شناتي للمكتبة. فتت لمكان شفت الشنتاي بس الواجهة جاهزة، عجبني شغلة. أنا لا اشتغلت بالخياطة ولا خياط، هونيك اشتريت القماش وشوية اكسسوارات وجيت تعلمت عمودات بالبيت، تعلمت يعني المصاري اللي كان بجيبي أجيب القطع للمكتبة جبته للماكينة ولا أتعلم هالشغل هذا. شفت صعوبة كثير طبعا لبين ما أتعلم، بس عجبني الشغلة وحبيت هالشغلة، كان في لي إصرار إنه أتعلم، عجبني بدي أتعلم. حدا ما ساعدني وحدا ما عادني، بطلع جريدة بطلع شتاي جاهزة شوي شوي، بعدين جبت الكتالوجات طلعت عليهم المود. أنا قبل الكتالوج سنتين قصيت بالمقص العادي،
شفت مقص الكهرباء، مقص الكهرباء شفته بالتلفزيون، فكرت والله القطعة هاي شفتها بحلب. أنا مريت من عند المحل شفت المقص هذا، مقص الكهرباء، اشتريت مقص. وفي واحد صديق شو ما بتسأله هو له اطلاع عليها، قلت له مقص الكهرباء شلون بيمدوا القماش، قال لي هيك. اشتغلت للعمودة، بس مكاتب العمودة، مكاتب الموجودة بعمودة اشتغلت لهم وللمكتبة تبعي. إيه بعدين طلبوا مني واحد الحسكي، طلب مني الشنادي. كنت عامل اتيكيت اسمي ورقم التلفون، حكى معي واحد قال هذا شو بيت محل ولا؟ قلت له هذا محل الشنادي، بنشتغل بالشنادي. قال هلا في مكتوب عمودة عليها. قلت له ايه اشتغل هالشنادي بعمودة. هل الشنادي بيصنعوا بعمودة؟ قلت له ايه بيصنعوا بعمودة، هدول نحن اللي بنصنعها. طلب مني هو ايه، كانوا ماكينتين عندي، اشتغلنا له، عرفونا التجار، جبت ثلاث ماكينات ثانيه كمان. ايه هلا بوزع العمودة وقامش وحسكة من هون للديرك، كل المحافظة عم تاخذ من عندي. شيء صعب عنا صار، الكهرباء ما في، هذه شغل المحولات السوق مرات تنقطع من ضل الكهرباء، شغل المحول الجار جيرانك عم ينزعج، عمال ما في، عم نشتغل شناتي مدرسية، شناتي لابتوب السفري، في شناتي للصبايا هلا درسنا، جميع أنواع الشناتي عم نشتغلها، وتوابع الجلديات كمان في شغلات هذه. أكيد بدي أوسعها، أكيد المستقبل بدي أوسعها، بس الوضع المادي مو مسامح كثير هلا. يعني ان شاء الله بهالصيف هذا بدنا نوسع الشغل، بهالصيف بعد الموسم تجينا العمله كمان نشتغل شغله احسن واوسع من هذا بكثير. ضيف فقرتنا الفنية لليوم هو فنان صعد اسمه تشالنج يوسف ابن 20 عام، أحب العزف والغناء من صغره وتأثر بالفنانين الكرد والعرب والأتراك ليتعلم العزف على الطنبورة والجيتار والبغلمة. بيعزف ويغني من 5 سنين وتعلم من مجهوده الذاتي دون معلم، وهو هلأ طالب بكالوريا. كنت أحب الجيتار كتير، وخصوصا لما كنت أشوف شباب يروحوا على الدورات وهم حاملين الجيتار على كتافهم، فحبيت إنه جيب جيتار وروح أنا كمان عاد أتعلم. فروحت 3 شهور تعلمت الأساسيات وعزفت على النوتة ونزلت أغاني وعزفت. أنا عم بعزف الجيتار والكمان والساز. أنا آلتي المفضلة الجيتار، حبيتها كتير، وكنت اشوفها، كنت عم اشوفها على الانترنت والتلفزيون. الجيتار هيك بحبها كثير، بحب صوتها كثير. هدفي انه يصير عندي اغاني جديده، وبس عم نعاني من الكلمات واللحن والتسجيل. طبعا انه الفنان لازم له لحن، كلمات، تسجيل. طبعا تسجيل بده انه تسجيل كويس، يعني مو هيك تكون عادي. جافي اخوة لدقرينا لدقرينا برداوي نخويايا قطنا خويايا جافي خوا لدقرينا لدقرينا
عنا خيايا قتنا خيايا. من صغري كنت عم تسمع كتير الفنان المفضل بن إبراهيم، هيك حبيت صوته كتير، هيك طبقته هيك خفيفة. عندي أصدقاء عم نعزف مع بعض وعم نتعلم من بعض، ومرات في حفل بالجامعات عم نروح سوا مع بعض وعم نعزف. بروحي فتاة بالعفاف تجملت، وفي خدها حب من المسك قد نبت، وقد ضاع عقلي وقد ضاع رشدي مذ أقبلت، ولما طالبت الوصل منها تمنعت، ولما طالبت الوصل منها تمنعت. حلمي كان اني شارك بالحفلات القومية، طبعا في عنا عيد نيروز بكرة رح شارك فيها وغني، وطبعا تمثيل كمان. بدي غني اغاني قومية ورح استمر بهالمجال. طبعا ناوي تيشرين كردستانا كردا، امدي تبارزن جدستين امردا، ناوي تيشرين نوروزا ما كردا، امدي تبارزن جدستين امردا، بيجينا دنياي كردستانا ميا، بيجينا دنياي كردستانا ميا. مع موهبة تشالنج وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. للمقترحات أو قصص وإضافات فيكن تتواصلوا معنا على إيميل البرنامج. بترككن هلأ وبشوفكن الأسبوع الجاي على خير.